Le Bénin, qui était le premier à marquer à la 53e minute de jeu. La sélection nationale a égalisé à la 75e minute de jeu par le biais de Youssef Nseri, servi par Amrabat. Hakim Ziyech rate un pénalty dans le temps additionnel. Les prolongations n'apportent pas de but. Et la séance de tir au but est remportée par le Bénin. بحكم القوة ديال المنتخب المغربي وكذلك العناصر اللي عنده والعمل القاعدي اللي كيدير هيربي رونار لأنه على رأس إدارة التقنية تقريبا هذه ثلاث سنين ونص وكيعرف خبايا إفريقية وعنده أدوات بشرية في المستوى ما تنظنش بأن المنتخب المغربي غيدوز أكوتي في هذا لاكان لهذا فأنا متفائل أن المنتخب المغربي إن شاء الله غادي يحجز البطاقة تاعو الربع النهائي إن شاء الله. مرحبا بك بدوز. بشكل كويس المنتخب الجزائري كمان فاجأ الجميع ظهر بشكل كويس وبيأدي بشكل قوي جدا جدا. النتيجه كانت مؤسفه جدا ما كناش منتظرين هذا زعما اون ديسو كما تيقولوا لا 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 ما بقيتش نروح اليوم والله يعني مخلطين ولكن بغينا احنا نربحوا كنا بغينا نكونوا في الفينال مي دوماج لعابه تقاتلوا في التيران شويه فيزيك بوغ هذاك الشيء كان صعيب عليهم انا كان كنشوفوا كيقيسوا الكره ما ذاك الضغط كان عليهم بزاف ولكن كاين واحد انا واحد بلايص في الماتش كان انا نلعبوا بواحد الجديه ولكن شرفتونا في مصر ان الفرقه اللي كانت بتنافس على البطوله انها توصل للنهائي كنا نتمنى وجودها هي ومصر في النهائي نتمنى ان البطوله ما تطلعش عن دوله من الدول العربيه الموجوده في البطوله وهارد لك المنتخب المغربي صراحه يعني والله الفريق انا كنت مشجع في الفريق المغربي ومتصور انه بيروح على النهائي صراحه يعني والله يعني زعفان اكثر من يكون بفريق جزائري والله يعني صراحه انا زعفانين كثير يعني. الذي سجله يوسف الناصري في الدقيقة 75 أعطى أملا كبيرا للجماهير التي تابعت المقابلة في مختلف المدن المغربية لكن تضييع اللاعب حكيم زياش لضربة الجزاء في الأنفاس الأخيرة من المقابلة قلب الأمور رأسا على عقبة سوا كان في بريمير تور كان كي هو اللي خلانا نتغرو شفنا الطروة ديال لي ماتش أننا نزلنا في حسرة كبيرة بدت على محيا الجماهير بعد انتهاء المقابلة التي خسر المنتخب الوطني نتيجتها بعد الاحتكام لضربات الجزاء. كنا جينا حتى الفينال وصدمنا المنتخب وخا هكاك تحية للعابة كانوا الماتش في المستوى ودوك الاخرين عندهم حارس واعر. رحلة أسود الأطلس توقفت إذن قبل بلوغ دور ربع النهائي بعد مشاركة طبعها أداء جيد خلال الدور الأول.